محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. في موقف ذكره في رواية الشيخ محمد بن يعقوب الكليني الكافي يمكن أيضا القول باعتبار أو حتى صحة هذه الرواية لأن هذه الرواية رواها الشيخ محمد بن يعقوب الكليني عن شيخه محمد بن يحيى العطار الثقة الجليل عن أحمد بن محمد وهو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القرني ثقة جليل ثم قال عن بعض أصحابنا عن صفوان الجمال صفوان أيضا لا كلام كلامنا عن بعض أصحابنا من هو هذا؟ بعض أصحابنا هم ذولين لهذا البعض يمكن أن يقول بأن هذه الرواية مرسلة فإحنا عارفين هذا البعض قد يكون ثقة قد يكون غير ثقة وإذا في تردد الراوي يرجح جانب عدم الوثاقة يعني الوثاقة يعتبر قيد زائد لابد من إحرازه فإذا لم يحرز يبنى على العدم ما مع مجهول يعني فلهذا يقولون ان مثل هذه الروايه ضعيفه او بعض الروايه مرسله ما ندري من هو الراوي لكن نظرا لان احمد بن محمد كان من المتحرزين في نقل الروايه بدر محمد بن عيسى بل واحمد بن محمد بن عيسى كان لديه وجاهه العلميه والوجاهه السياسيه ايضا في قوم بتمام معروف الرجل بل لفرض تشدده في الروايه كم مره عاقب بعض الذين له روايه ضعيفه بطردهم من قوم لان عنده سلطه سياسيه كانت فقره السلطان ان عنده نفوذ ولا ما يعلم عندها صلاحيه تربيه فطرد كان يطرد طرد سهل بن زياد الآدمي واللي إلى الآن البعض شوي يتوجس بالنسبة لسهل بن زياد الآدمي لأن أحمد بن محمد طرده باعتبار أنه اتهمه أن الرواية ضعيفة طرد أحمد بن محمد بن خالد البرقي بس بعدين تبين له أنه مشتبه رجعه واعتذر إليه طلب مجموعة طلب واحد من أخوات الإمام الكاظم سلام الله عليه فهذا الذي يتحرز ويتشدد في الرواية إذا هو قال عن بعض أصحابنا وما سمى يظن فيه خيرا أنه ما روانا إلا عن إنسان يعني موثوق ولهذا بناء على بعض المباني الرواية بعض أصحابنا إذا كان كلمه الاحتلال معتبر طبعا أضيفون إليها أيضا إضافات أخرى أن نفس الكليني أيضا قال في دراجة كتابه أنه ما يروح عن أي أحد أيضا لأنه هو متحرز في نقل الرواية وهذا الواقع أمر مثل الروايات ما مسلمات رواية معتبرة والبحث باعتبارها السندي ليش؟ لأن يعني فيها شكل فتح النظر المحقق توقفوا يقول صفوان الجمال يروي الرواية
الطالب اللي هو خلاص سلام الله عليه سبق كنا نقرأ الرواية هناك موقف عندنا الديمقراطية وهي أن الإمام الحسن كان جالسا فجاء رجل صاحب حاجة إلى الإمام الحسن ماذا قال؟ قال يا رسول الله إن لي حاجة فقم معي لقضائها ما معلوم شنو الحاجة اللي عنده طلب من الإمام أن يدخل عليه لعله دين واحد بالسوق مثلا يحتاج واحد يدفع عنده أو يحتاج أنه يزكيه مثلا أنه وياه ترى رجع أمين لا تخاف ترجع عليه الفلوس مثلا أي حاجة من قبل فقام معاه الإمام الرواية تقول تنعل الإمام ومضى لاحظوا الرواية والإمام يمشي اللي هي توقفوا بعض المحققين عندها الرواية والإمام يمشي الحسن مع هذا الرجل مروا وإذا الإمام الحسين يصلي فالإمام الحسن قال للإمام قال للرجل له وما منعك ليش قال هذا الكلام لأن الرجل هو جاء إلى الإمام الحسن لا أود أن يكون معه الإمام الحسين وبعدين وصل الإمام الحسين فيوم وصل الإمام الحسن الإمام الحسن قام معه روح على الإمام الحسين فهو تلقائيا سأله الإمام سلام الله عليه وما منعك أن تمضي إلى أبي عبد الله ليقضي لك حاجتك ليش ما مرت عليه؟ لاحظوا الرواية وقتها قال أردت أردت أنا أقول لحد بس ما قال ما قال أردت فأشار إليه يعني أردت أقول للإمام حسين فأشار الإمام حسين فأشار إليه أنه معتكف لاحظوا المعتكف أنا أردت أقول إليه هو أشار بإيده مثلا كذا أنه معتكف شلون أشار بإيده مثلا لأن أكيد ما عليه عنوان ما عليه مسجد يعني لأن اعتكاف فلعله هو في المسجد النبوي قال بس الرواية ما تذكر في المسجد النبوي بس لازم هو في المسجد النبوي فأشار إلي أنه معتكف يعني لأن الإمام قال مثلا مثلا يعني الشكل يعني أنه أنا بين مكان لا أتيم لأنه أقل الاعتكاف هذا الرواية فهم أنه معتكف الإمام الحسن عن الأخ الذي توقف له الإمام شنو علاقة الإمام؟ اللي بعض الظاهر تعليق الإمام كان إنكار على الإمام الحسين قال أما إنه لو قضى لك حاجتك لو قضى لك حاجتك ها؟ لكان أفضل لكم أن قضى حاجتك هذه من اعتكافه شهر. قول يا ابو الحسين طوال الحاجات افضل من اعتكافه شهر. المفاد العلمي في المقطع ان خدمه المجتمع عند الله سبحانه وتعالى افضل من اللي بتاخذ طقوس العباده. لكن المقطع لاحظوا بعض قال شلون الامام الحسين قال هالكلام على الامام الحسين. أولاً شلون الإمام الحسين ما قام قضى على حاجته؟ بحجة الاعتكاف المعتكف يجوز له أن يترك مكانه إما لحاجة ضرورية أو لعمل واجب أو لعمل مستحب كتشييع جنازة لقضاء حاجة يجوز الخروج. يعني لو واحد معتكف في المسجد مكي مثلا الجامع في عندنا مثلا ها وجاء واحد قال له جاء واحد فقير مثلا قال له ترى انا محتاج شيء فلاني مثلا او جاء واحد قال له انا اريد ان اجي المحكمه الان تشهد هو معتكف وجاء قال له بقدر المحكمه تشهد لي الان يجوز له الله الى المحكمه يشهد له الجامع صحيح في كلام الفقهاء انه إذا راح لا يجلس في مكان لا يمر تحت الظلال بعضهم قال لا يستريح لا يجلس تحت الظلال خلص شغله ذلك
الإمام الحسين قبل تصديه للإمامة يجوز صدور النقص منه. هذا كلام غير أولا لأن الإمام الحسن والحسين إماما قاما قعدا في آن واحد اجتمعت الإمامة للنبي صحيح واحد مقدم على الآن لا تدعو أن الإمام مصدور منه النقص قبل التصدي للإمام هذا هو كلام هذا مخالف لما تسالم عليه قبل ما هو متكلم الشيعة في موضوع التسليم. البعض قال شنو؟ بعض قال لا قال لو أنك يعني مفاد الكلام من أقرب الدرجة
الانسان بدنا لا يستنكف من الخدمه الاجتماعيه، حتى لو كان شيء بسيط، شوف شيء بسيط، لا ليستنكف ان يقدم خدمه. امير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الايام يخرج من المسجد الجامع يراه رجل اسمه نافع، شاف يقول رايت رجلا يلبس ازارا ورداء جاي من خلفي واذا به يقول لي وما يعرف ان هذا الامام علي، اول مره جاء داخل، فقال لي يا هذا ارفع ثوبك، الظاهر هو نافع كان يمشي ثوب طويل يسحب على الارض، فانه اطهر وانقى لك ارفع ثوبك. طلع يقول له ايش واحد لابس ازار ورداء، كان الامام ذاك الوقت الروايه ما صرحت بالموضوع بس هو فهم منه ان الامام طلع من المسجد نفسه يكون وقت صلاه ولا شيء، فقال الامام رايح الصلاه شوف ادري بعد الامام شاف ويلبس ازارا ورداء وما لابس قميص ما لابس ثوب يقول ما ضل أبو واحد طالع فيه وشافني كأن ما حطيت الموضوع اهتمام كبير وقال لي ما تعرف عنه، فلا هل هذا أمير المؤمنين على ابن أبي طالب؟ هو تعجب لأنني شاف شخصية مشكلة بعد تجي وحدة ولابس هاللباس وقال هالكلام عظيم منه قال حتى لو رشوة نروح صار يتبع الإمام علي سلام الله عليه. أين وضع الإمام في الرواية كتبنا أن الإمام عليه السلام قال يوميا يمر على الأسواق يثقفهم بالثقافة الإسلامية ثقافة البيع والشراء يوميا، وكثير من الروايات من هذا القبيل أنه مضاف على الكلمة مضاف على الكلمة مضاف على الكلمة. فمضى سوق التماري شاف جاري لا ما يستنكف امير المؤمنين جارية صغيرة كما الرواية لا يعرف 10 12 سنة شيء كذا صيح أما يا أمير المؤمنين غير حرة قال لها ما بك قالت إن سيدي أعطاني درهما وهذا ما طابس درهما الرواية لأشتري له تمرة فجئت هذا التمر واخذت من عند التمر بالدرهم واخذت التمر وديته لسيدي ما عجب التمر قال يروح رجع التمر ورجع التمر فجئت الى هذا التمر قال اذا رجع لي التمر حتى يرجع لي الدرهم مقابل هذا التمر وانا الان اخاف اروح لسيدي فيضربني مثلا ويؤذيني شوف قضيه بسيطه أمير المؤمنين إذا من المقام جاء له بطريقة مختلفة في قضية بسيطة يقول يا واحد يا واحد هذا مصداق من المصاديق. وقف الإمام راح للدمار والدمار كان سيء الأجل اليوم تكلم في الخطبة بأن الذي يريد أن بأن خدمة المجتمع ما فيها وصول وما فيها توزيع حلاوة ولا شوكولاتة خدمة المجتمع في كثير من الأحيان مشاكل فيها ولكنها عظيمة عند الله لأنه يتصور واحد اللي دخل للفصل في الخصومات بين الناس مسؤول عليه يعني لا يترجى أنه والله يروح يطرق بعض أحد حتى يحل مشاكلهم ويقول أهلا وسهلا بك ولكن مع ذلك الشارع المقدس يؤكد على لا هو اي واحد يشوف منظر الامام علي بس يشوفه لابد ان يقول ان هذا انسان صاحب اي بعض بس واحد يشوف المنظر حتى ما يعرف انه الامام علي وهذا يكشف لك بان هذا رجل التمار جدا كان سيء الادب من الواقع لان بس منظر الامام علي حتى ما تحضر يشعر بالهدف ما يمكن اصلا ما تتأثر بالإمام علي وتشوفه بالإمام علي
فالإمام قال له لا لا رجع عليها، خذ تمره ورجع عليها درب النار. وهو قام أخذ طعام نوام، ما قلت له كم تمره يمكن أخذ نوام صار يوم يوم على الإمام علي. أقول لأبنهم في هذا الرجل كان واضح جدا اللي ما يمكن واحد يقف أمامهم يقف أمام الإمام علي من كيف وما يعرف، لا أن هذا إنسان غير شوية. كل أبواب بدايات حياة الإمام علي بالقوة. بيجوا مجموعة من شرطة الخميس، عمرو بن حامد الجزائري ومالك الأشجار وكذا، وهو يعرفهم كلهم، شافهم واقفين بأسلحتهم بوقفهم أمام الإمام علي. سألوه ماذا قال الإمام علي؟ خاف ورجع. الإمام علي قال ما أرضاني أنا إذا رددت علي أمامها وأخذت تمرك. ورجع التمر، استرجع التمر ورجع عليها التمر، فرحة الطفلة هذه الجارية وراح تضرب. انتهى الشرح، انتهى الموضوع. هذه خدمة. لكن الخدمة مكلفة. ولا يستكف من الخدمة حتى لا كان أو كان بسيطة، لأنها عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمير المؤمنين في ساعة شهادته شنو أوصف؟ الله لا تغضوا أفواههم. يعني شو تغضوا أفواههم؟ يغض يعني يوم غير يوم، يعني يوم تروح تأكلهم يوم تنسوهم، تأكلهم يوم ثالث تأكلهم يوم تنسوهم. لا تغضوا أفواههم يوميا، لا بد أن تواصلوا شروط الأيتام. الله الله بالأيتام لا تغضوا أفواههم ولا المؤسسين والحاضرين وإلى